I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أنا في الغالب ما بحبش لغة الأخطار قد ما بحب لغة الواجبات، إيه الواجب علينا إن إحنا نتجه بيه تجاه أي ظاهرة بتحصل في المجتمع؟ إحنا في الفترات كل ما بتحصل شوية أمور ما بتبقى بتبقى استثنائية في حياتنا كل ما بتزيد حاجة ظاهرة معروفة أوي أوي أوي. ظاهرة الوسواس فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. النهارده في حلقة الجليس النهارده هنتكلم عن, عن الموضوع ده الوسواس فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى احنا مرينا بكورونا وبنمر كمان بضغوط زي دي وكمان المشكلات الاسريه بتضغط على كتير احنا شايفين ان احنا عندنا ظاهره بتتنامى انا ما بحبش اقول يا جماعه في خطر قد ما بقول يا جماعه في واجب علينا احنا لازم نتعامل معاه ولازم نواجهه لان الواجب ده وشعورنا بان ده واجب علينا وحق للناس يخلينا نتعامل مع المسائل دي بفلسفه تانية غير ان الناس دول مصادر خطر علينا. واحنا عشان نقدر نتكلم عن الموضوع على اي موضوع في حياتنا بيتعلق بمسافه ما بين الحياه والدين لازم يكون معانا متخصصين ولازم يكون معانا حد متخصص في هذا النوع بالتحديد. معانا الدكتوره حنان الرصاص، ازيك يا استاذه دكتوره حنان؟ اهلا بيك يا عمرو، اهلا بحضرتك. الافكار اللي بتيجي لبعض الناس عن ربنا او حتى عن حضره النبي وبيعتبروها غير مناسبه ممكن تبقى نوع من الوسواس؟ في اوقات كتير بتبقى نوع من الوسواس صراحه، ويعني وللاسف الشديد ممكن الناس تتاخر كمان في معرفه ان ان ده مرض. طيب، في راي حضرتك الناس بتتاخر ليه ان هي تعرف ان ده مرض؟ هي نقطة ان طبيعة الوسواس بتيجي ان الشخص بيجيله مثلا وساوس عن كلام عن ربنا عن آآ آآ مين خلق مين يعني ربنا وجزائي. كل الحاجات دي والخلق وممكن تبقى كلام غير لائق عن ربنا سبحانه وتعالى كل الحاجات دي بيفتكوها من وساوس من الشيطان فممكن اطول حد درجة عشر سنين ممكن الناس تتأخر في طلب العلاج لان فاكرة ان دي وسوسة من الشيطان واحيانا حتى ما بتصرحش ان هي تحكي على على الوساوس دي مع حد لان هي بتفتكر ان ده قلة ايمان فبيبقى عيب بالنسبة لها ان هي تحكي فازاي بقى من... و... ازاي بقى بنفرق من ما بين الافكار اللي جايه من الوسواس والافكار النابعه من قله المعرفه بالله ازاي نفرق ما بين الاثنين طيب اول حاجه هي الوسوسه بتيجي ان تعريف الوسواس يعني او الوسواس القهري مرض الوسواس القهري ان, إن طبيعته ان بتيجي ملحه بتزن على دماغ الشخص وهو عارف ان هي غلط او ان هي تيجي بشكل اكسسيف كتير قوي الحاجه الثانيه ان هي بتاخد وقت كتير جدا من يوم يعني ممكن ست ساعات او خمس ساعات او كذا ساعه يقعد يفكر في الافكار دي وبالتالي بتعطله عن وظيفته. لو في ثلاث سمات ان هي افكار ملحه وعارف ان هي غلط ومسببه له ضيق يعني هو وظيفته هنا حضرتك تقصري حضرتك تقصدي وظيفته يعني وظيفته في الحياه يعني مش وظيفته اللي هو شغله ايا كان يعني سواء كان اب او بزف. سواء كان مدير او سواء كان انسان بيساعد الناس كل ده بتعطله عنه بالظبط اي وسوس بتعطل الشخص ان هو قاعد مثلا يعني مثلا لو وضوء مثلا لو مثلا وسوسه في الوضوء ان ايدي مش نظيفه او انا ما اتوضتش كويس او وسوسه في النجاسه او في الطهاره بتجيله افكار كتير ملحه فيبدا ياخد فيها فتره طويله تمام فمثلا عنده مشوار عنده ارتباط عنده مذاكره عنده صلاه ممكن كلها تقع وساعتها بنبدا نطلق ان الشخص ده عنده مرض حتى احنا وقت من ضمن التكنيكس بنقول للشخص لو انت حتى بتستعيذ بالله المفروض الوسوس بيروح لكن بان هو مش بيروح يبقى ده مرض وملح بياخد منه وقت كبير هل الشخص المصاب بالوسواس الديني محتاج علاج؟ طبعا أول لحضرتك في ناس 10 سنين حضرتك بتقولي لي طبعا وكاني وكاني احد المعاناه اللي عند حضرتك ان هم فاكرين ان هو مش محتاج علاج اه وناس بيعانوا بيعانوا جامد يعني بيعانوا على على كل المستويات وبيصلهم ضيق شديد يعني واحيانا كمان حتى بيعمل اعراض اكتئاب لانه بيفتكر نفسه ان انا وحش عشان جات لي هذه الافكار وان انا كده مقصر وان انا ربنا مش هيحبني صحيح الحاجات دي فمحتاج طبعا ليه علاج دوائي وعلاج دوائي فعال جدا وعلاج نفسي علاج المعرفي السلوكي برده بيكون فعال جدا فطبعا ليه علاج وناس كتير وإحنا احنا من اول اطفال ممكن يسيبوا الاطفال ممكن يسيبوا المراهقين ممكن الناس البالغين فبيصيب يعني مختلف الاعمار والشطاره بقى يعني يعني ان الشخص يجي بدري في ناس طبعا ما شاء الله في خلال شهور ناس تيجي خلال كام سنه بس في ناس كمان ممكن تتاخر لحد الثانويه لان هي مش فاهمه ان ده مرض انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي يا دكتوره حنان لكن دايما حضرتك بتحط لنا ملامح مو... مهمه جدا جدا في الحل والتعامل خاصه مع الجليس لما يبقى جليس ريزل زي الوسواس كده شكرا لحضرتك يا دكتور حنان <applause> بعض الاشخاص يا سيدي بيجي له وسواس عن ربنا وعن حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين بشكل عام وكمان ويجي في شكل اسئله هو بيسميها اسئله وجوديه وهي انا بسميها اسئله حائره والحقيقه ان ده بيجي من فكره السيوله الدينيه وساعات يتكلم في اللي انتوا بتعتبروه اصول في الدين ده انا ليه اعتبر اصول في الدين ده فالانسان لازم نعرف ان الاسئله دي والاشياء دي الانسان ما بيتولدش بالوسواس الانسان ما بيتولدش بالوسواس وعشان كده لازم نهتم بده ولذلك في شيء بيبان ان هذا الوسواس الانسان ما بيتولدش بيه ان الانسان بيولد على الفطره فيولد على الفطره ومعهوش ده نعم القران تكلم على ان الوسواس ممكن يكون سببه الشيطان وسببه النفس الاماره بالسوء اما الوسواس المرضي ده اللي بيتحكم في الانسان فده مصدره النفس الاماره بالسوء افتكر ان انا علاقتي اول ما كانت علاقتي باحد المتخصصين في علم النفس واحد الاساتذه هو فرح جدا ان انا عارف الحقيقه دي ان الوسواس القهري ده شغلته من النفس الاماره بالسوء لان الشيطان يوسوس بالحاجه وبعدين يبتعد مين اللي بياخد الحاجه ويشتغلها هي النفس الاماره بالسوء لذلك لاحظ كده النفس الاماره لان لان الاماره ليه لان بيتحول الوسواس ده الى حديث نفس ياخد وقت طويل وياخد وقت طويل ويستهلك الانسان الله سبحانه وتعالى قال: من الجنة والناس، الإنسان يرمي الشيطان يرمي الفكرة وتاخدها النفس الأمارة بالسوء وتبتدي تشتغل فيها، فتحول الحاجة الممكنة إلى حاجة واقعة أو ممكن لكن هي تحولها إلى واقع وتفضل تتعامل معها على أن هي واقع وكمان لازم نعرف حاجة مهمة جدا السيولة الدينية اللي إحنا فيها دي أنا بسميها سيولة ليه؟ لأن أغلبها جاي من فكرة التمرد. ليه؟ عندنا شوية حاجات كده إن العلاقة بالسلطة الوليدية بتأثر كتير جدا جدا على الإنسان فكتير منها ممكن يسبب التمرد فيسبب لدى الإنسان وسواس دايما أقول لهم كده والكلام دوت رجعناه مع المتخصصين بنقول إيه؟ إن المشاكل مع الرب سببها مشكلة مع الأب والأب هنا مش لازم يكون الوالد يعني ممكن تكون الوالدة كمان ليه طيب؟ لان الواحد بيبقى عنده مشكله مع السلطه العليا السلطه العليا دي كمان ممكن تكون السلطه العليا في المدرسه اللي كل واحد هيستخدم معاه الوالديه الانتقاديه بتاعت الصباع ده فيبقى بعض الناس وقعوا في الوسواس ممكن يكون سببه وقعوا تحت ضغط اللي عايز يبقى وقعوا تحت ضغط ماذا ضغط ان في سلطه بتحكم عليه وبتحاول بقدر الامكان ان يتحسسه ان الدين اتجاه واحد فاذا رفض الاتجاه ده وبيكون قراره ان هو يروح للاتجاه الثاني ولذلك لازم نفهم ان في فرق كبير جدا جدا ان الشخص يقول له وسواس ده ممكن يكون يقول وسواس عشان هو عايز يبقى مسلم حقيقي بس المسلم الحقيقي ما بيبتديش بالشك هو بيبتدي بالاخلاق ايه ده انت مش هتقول لنا المسلم الحقيقي ما يبتديش بالشك يبتدي باليقين لا 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 مسلم حقيقي يبتدي بالاخلاق واحد بيقول انا مسلم في البطاقه انا عايز ابقى مسلم حقيقي فابتدي اشك في الدين اصلا عشان واقول إيه مين اللي قال ان ده صح مين اللي قال ان ده صح لا عايز تبقى مسلم حقيقي او عايز تبقى متدين حقيقي ابتدي بالاخلاق ساعتها الامور هتبقى سابه طب ايه في الاجمال كده الاسباب اللي بتسبب لنا الوسواس المخاوف واحد عنده مخاوف عاليه المخاوف معاها القلق كمان والصدمه انه يحصل له صدمه التشدد تخيل انا ثلاث ارباع الناس اللي عندهم الوسواس الديني ده واللي بيقلب عندهم وبيسموه إلحاد وأنا بسميه سيولة دينية ثلاثة أرباعهم بييجوا يقولوا لي إحنا كنا متربيين في تربية متشددة. فأصبح التمرد تمرد على الدين فسمى نفسه بهذا الاسم. وكمان الوحدة وكمان التفكير المعقد، يبقى عندنا خمس أسباب، أول حاجة منهم الإيه؟ المخاوف. تاني حاجة الصدمة، تالت حاجة التشدد، رابع حاجة الوحدة، خامس حاجة التفكير المعقد، بيفكر بتفكيرات متعق... معقدة جدا جدا جدا. انما ان انسان يتولد وهو مسلم دي نعمه الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه زي ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكن انا عايز اوصل بقى لربنا بعقلي مش هيحصل ده غير بان انا اعرف محاسن الاسلام فموضوع الوسوسه ده في درجات متفاوته ممكن يبقى ان ربنا مش بيستجيب ليا ليه انا بقول لكم دلوقتي الظواهر اللي بتحصل ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى منشغل بحد تاني عني الناس الطيبين المؤمنين وانا لا ممكن يتمد مع صاحبه اللي يوصل للالحاد ان هو ايه اللي حاصل؟ هو ربنا مش بيصاحبني ليه؟ ربنا سايبني لوحدي ليه؟ انما مصدر الوسواس ممكن يكون الشيطان اه في اول الامر لكن النفس الاماره بالسوء هي اللي بتاخد المساله كلها. الدين بيحسن على ان احنا نفكر ونعمل العقل لكن خلي بالك ان ميادين العقل فيه ما يدين بي بي في ميادين بيتالق فيها العقل ان هي ايه ان يبقى عندك اجوبه مقنعه وانك تفهم كيفيه تفعيل الوحي في الحياه لكن مش انك انت تيجي تتهم الوحي وتبتدي بالشك مش هو دوت مجال الايه مجال التالق بتاع العقل لان التالق بتاع العقل هو البناء انه يبني مش مش التالق بتاع العقل انه يهد الشك بيهد لكن التالق هو انك تبني تقولي المعلومه دي لو انا سمعتها بتبني ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه حديث صحيح في صحيح الإمام البخاري وهو في أعلى درجات الصحة بيقول الحديث إن بعض الناس بيقول لن حضرة النبي يقول لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله إيه ده شوف الكلام ده ففي رواية يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغوا فليستعذ بالله وليلتهي يعني إيه أو ولينتهي يعني إيه ما ياخدش باله وما يلتفتش والسؤال هل فعلا أن كل وسواس بيكون جاي من أشكالية معرفية الحقيقة مش لازم كل وسواس بيجي من أشكالية معرفية ممكن يكون الوسواس ده جاي من عدم معرفة يبقى التعامل مع الوسواس ده يختلف اختلاف السبب اللي جه منه الوسواس عشان نركز بقى على القضيه بتاعتنا دي في مساله الوسواس، تعالوا نقول شويه حاجات مهمه جدا جدا في الوسواس. لما يجي حد عنده وسواس وسواس من ده هنعمل معاه حضره النبي اشار في هذا الحديث في رواياته الم... في رواياته المتعدده الى ثلاث اشياء. اول حاجه فليستعذ فلينتهي وفي روايه ثانيه يقول امنت بالله، يبقى عندنا ثلاث حاجات. ان هو يستعذ الذكر. ينتهي او يلتهي ان هو ما يلتفتش يطنش الحاجه الثالثه ان هو ايه يفعل ايمانه يقول امنت بالله يعني يفعل ايمانه الحاجات الثلاثه دي لو مهمين جدا ان احنا نشتغل عليهم بس انا بحذر اي حد بيشتغل مع حد عنده وسواس ديني ان هو يتهمه ان دوت جاله من قله ديانته او ان هو ده حصل له بس عشان هو قليل المحبه لله لانه ممكن يرد عليه انا بحب ربنا مش بحب بس مش بحبكم ده. وخليني اقول لكم ان احنا لازم نتعامل مع المساله بشكل محترم. لان الشخص اللي واقع في اشكال معرفي حقيقي لازم نتعامل معاه بدون ضغط عليه عشان يقدر يفهمنا ويسمعنا. اقول لكم حاجه. في ناس بيحصل لهم الوسواس الديني لانهم في الطفوله تراكمت عليهم الاسئله اللي ما تجاوبش عليها. ولذلك لو سمحتوا لازم نجاوب على أسئلة أطفالنا وإحنا مرة استضفنا حد هنا بيتكلم على لو ابنك سألك استضفنا الأستاذة نانسي عشان نتكلم على مسألة ماذا؟ لو ابنك سألك لو ابنك سألك ده إحنا لازم نجاوب على أسئلة الأطفال بدري أحد المشكلات اللي إحنا بننصح فيها الشخص اللي عنده وسواس إنه يسأل أسئلته بس عايز أسئلته لمين؟ دي مسألة مهمة جداً يبقى احنا محتاجين نجاوب على اسئله الاطفال وما نضربش الاطفال على ظهر ايديهم لما يسالوا احنا هنقول لهم افتحوا ايديكم وادي المعرفه اللي جايه من عند ربنا يبقى نعمل ايه؟ لازم نقول للشخص اللي هو عنده وسواس ديني لو سمحت لازم تلجا لمتخصص فاهم وعالم حاجات مهمه جدا جدا عالم الاسرار بتاعه هذا الدين وعالم المقاصد بتاعه هذا الدين وعالم كمان المنطق بهذا الدين لكن احنا قابلنا ناس زودوا وسواس الناس الديني لما قعدوا يتكلموا يقولوا المنطق دوت فاسد فطلع الناس بيكلموا الناس بلا منطق مع ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الناس ازاي ازاي نقدر الكلام ده وازاي نتحول لداعمين ومساعدين للناس دول ما نتحولش الى ما مت... نحولهمش الى متهمين واحنا قضاء عليهم في ناس عندهم عش ان شوفوا الناس زاد فيهم الالحاد وزاد فيهم الوسواس الديني عشان بعدوا عن ربنا في ناس مهتمين بده قوي احنا مش مهتمين ده فبلاش نتهم الناس ونقول ان ده سبب قله الدين لان ده ممكن يكون كمان علامه على شده الايمان بتاع الشخص ده ان هو عايز ايمانه يكون عن يقين وده اللي ممكن نلتمسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس الى اصحاب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه فسالوه ان نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه انتوا حصل لكم ده قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان يعني ايه صريح الايمان سيدنا الامام نعم النووي بيقول يعني ايه صريح الايمان ده بيقول ان هو بيشرح الحديث بيقول قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان معناه ايه يا سيدي معناه حاجه مهمه أوي. ان ده محض الايمان ومعناه استعظمكم للكلام ده هو ده صالح الايمان فالانسان اذا استعظم ده واشتد خوفه منه فده نوع من انواع الدلاله على ايمانه وارادته انه يصل الى الله سبحانه وتعالى نعمل ايه نصيحتي للشخص اللي عنده هذا الوسواس الديني اسمحوا لي ان انا اصطلح على ده انه يبقى عندنا مصطلح اسمه الوسواس الديني لان فيه الوسواس الحياتي وفي الوسواس النظافة وفي الوسواس وسواس العلاقات الوسواس ليه أشكال كتيرة وفي وسواس الوحدة وفي, وفي أنواع كتيرة من الوسواس الوسواس الديني ده أول إجراء للشخص اللي هو عنده وسواس ديني لو سمحت إلجأ لمتخصص وهذا المتخصص عشان يرد على هذه الأسئلة ومعاه لازم نروح لطبيب لأن في كتير من الوساوس دي بتحصل تغيير في كيمياء المخ ولذلك إيه؟ إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ ببساطه خالص كمان نروح للمتخصص. يبقى الاثنين دول هيمشوا مع بعض، هيمشي معانا هذا الامر اللي هو امر ايه؟ الاجوبه على الاسئله. وبحذر بقى بعتبر المتخصص واشتغلت في الحكايه دي كتير لو سمحت ما تحاولش تخلي الراجل يزعن لان هو عنده اصلا حساسيه من السلطه. فانت وبتحاوره وانت بتقنعه اقنعه وانت عندك احساس رزق على الله. لإن أنت بتقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو لما بيحس بده لما بيحس إن اللي بيعرض له الرأي الديني الصحيح بيعرضه بالغير ممارسة سلطة عليه أو حكم عليه هو بيفكر فيه، لكن لو عرضته ومارست عليه سلطة هينفر ويتمرد عليه ومش هيسمعه ويمكن ما يجيلكش مرة تانية. الحاجة التانية إن هو يروح كمان، الحاجة التانية اللي بنصح بيها كمان الناس ما تحاولش تحكم عليه. وما تحاولش تقول له هيرتب حياته ازاي انت جاوب على اسئلته وبس على الجانب التاني انت محتاج ان انت تروح تاخد بعض الادويه عشان تساعدك على التفكير الصحيح الامر التاني اللي عنده وسواس ديني كمان ما يلتفتش اليه احد الادويه اللي انت لازم فيها ما تلتفتش اليها والتهي اعمل حاجات تانية اعمل حاجات كتيره في حياتك حياتك مليانه وسع فانت كمان است... فانت كمان روح واعمل ده الحاجه الثالثه ان انا بنصحك بيها الذكر لازم لما يجي لك الوسواس تذكر الله بعض الأحيان بيبقى الاستعادة من الشيطان الرجيم بتزود الوسواس ما تذكرش ربنا لما يجي لك الوسواس بهذا الذكر اذكر ربنا بذكر تاني أصلي استعذ بالله اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مقصود بيها ان انا اعوذ بالله انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله كمعنى يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى الحمايه ففي بعض الاحيان الواحد بيقول لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما انا شفت كتير بقى لما بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيزيد الوسواس عليه يبقى تقول ايه تقول ذكر يحسسك بانك متعلق برحمه الله وباهداب فضل الله تتعلق بالله يخليك تذهب الوسواس ده من حاجات المجربة جدا 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 في هذا السياق يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي السياق ده انت بتتعلق بالله وممكن كمان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس لما يقل الارتباط الشرطي ما بين ده ما بين الوسواس وما بين هذه الاستعاذة الحاجات دي كلها هتكون مع الشخص للشخص اللي صايبه الوسواس الديني أهله واللي حواليه يعملوا إيه يحاولوا دايما يتعاملوا معاه بالأخلاق مش بالاتهام اظهروا أحاسن أخلاقكم لأن هو دايما عنده الدليل على إن هو صحيح في وسواسه الديني إن أنتوا ما تستحقوش الإسلام أو أنتوا دليل على إن الإسلام في الحقيقة في نفس الأوصاف اللي أنا موسوس فيها يبقى أكتر حاجة لازم نهتم بيها الرحمة والخير والجمال. لو عملنا كده أظن في قدر كبير من الوسواس الديني هيبتدي يتحل وأظن إن إحنا قد نحتاج إن إحنا نتكلم مرات ومرات عن قضية الوسواس الديني لأنه بقى مزعج جدا 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 للأهالي وكمان بقى مزعج جدا جدا للناس لأن في ناس بتيجي تقول لي أنا ما عملتش حاجة وأنا بحب ربنا وبحب رسول الله بس الوسواس متملك مني ويكاد يكون مش قادرة أو مش قادر أعيش حياتي نعمل إيه؟ نتوكل على الله ونمشي في الإجراءات دي وربنا كريم بيحصن الناس وافتكروا دايما أن اللي بيجي إلى الله بيقابلوا دايما بقوله الله لطيف بعبادي فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها اسئلتكم ومعانا اول اتصال من ام احمد من الجيزه ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب وقصه البرنامج ومجد في الشهر رمضان الكريم كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يبارك لنا في الباقي من شعبان وان شاء الله يبلغنا رمضان غير ناقصين ولا مقصرين ولا منتقصين امين يا رب العالمين اتفضلي ليا بس عند حضرتك سؤالين اتفضلي السؤال الأول في القرآن الكريم فيه يعني بيقول إيه؟ لا تزر وازرة وزر وزل أخرى. لا تجري وازرة وزر وزل أخرى. أيوه وبلاقي بعض الناس بيقولوا إن الله يسلط أبدانا على أبدان. آه ده 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 مش في القرآن ده الناس كده الناس كده بينها وبين نفسها ربنا بيسلط أبدان على أبدان. أيوه فأنا عندي عارف يعني إيه الفرق ما بين الجملة اللي هما بيقولوها دي و... الفرق يعني إن الأولانية دي قرآن والفرق إن الثانية دي كلام الناس كابته من التأمل في الحياة. هقول لحضرتك تاني طيب السؤال الثاني حضرتك اتفضلي الو حضرتك اتفضلي عشان اسمع بس من التلفزيون عشان انا سامع ضعيف يعني في التليفون اتفضلي يا ست. هو يعني في شروط القيامه لا لا اقسم بنفس بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه فانا عايز اعرف من حضرتك تفسير يعني ما العلاقه ما بين يوم القيامه وبين النفس اللوامه وهل النفس اللوامه حاضر. دي الصفه بتاعتها صفه جميله هي بتبقى معذبه دايما يعني بتلوم نفسها فعايز اعرف يعني ده قدم من عند ربنا اجاوب على حضرتك ده. حاضر اجاوب على حضرتك اجاوب على حضرتك السؤال الاولاني حضرتك بتقولي آه ان ربنا بيسلط ابدان على ابدان ما ياخد الامر ده ذريعه ان ان الفلان دوت يستحق اللي بيحصل فيه ويبقى شد لا في كل الاحوال الله لطيف بعباده لكن لما نشوف في اقدار بتعمل كده نعرف نقرا الكلام ده بلطف الله ربنا سبحانه وتعالى لو جاب ده وهو بيتسلط على واحد ظلم الناس فهو جايبه عشان يهذبه مش يعذبه مش ربنا يسلط ابدان على ابدان فنزود في قلوبنا الاحساس بالانتقام والتشفي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلاش نعمل كده لكن ربنا لو كنا عايزين التعبير الصحيح والمعنى الصحيح ربنا بيسلط ابدان على ابدان ربنا بيسلط ابدان على ابدان لكي تتهذب الابدان وتتغير القلوب الى الى النظر الى المحبوب سبحانه وتعالى فربنا لما سلط ده مش سلط ده عشان ربنا مش لطيف بده، ده ربنا عايز يفوقه. ده عايز ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من الظلم اللي هو فيه عشان يقبل على الله، فده شيء مهم جدا لازم نفهمه. يبقى هنا اه الا تزر وزيرة وزر اخرى يبقى هو الشخص فعلا الشخص ده ماشي في طريقه وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا مش هيحاسبه في الاخره على ذنب غيره. لكن في الدنيا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهذبه بطرق مختلفة. حتى وان الشخص المظلوم ده ربنا لما ارسل له حد يعمل معاه كده. طب هو ربنا بعته له ليه؟ عشان ربنا ما بيحبوش؟ لا. عشان ربنا سبحانه وتعالى عايز ينتقل من ايمان ضعيف الى ايمان قوي. طب وانا اعمل وانا ليه اتحمل ده؟ عشان انت تقدر تتحمل ده وربنا هيمدك وربنا هيدي لك من مدده اللي يخليك تتحمل ده وتظل صابرا ربنا عايز يرقيك الى درجه الصابرين فتقول له لا ده الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فانت هتعلى مقامك فلازم نفهم ده ما مدام نجلاء من دمياط تتفضل الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب فضلت الشيخ وحضرتك طيبه وبصحه وسلام اه انا عندي استفسار عن موضوع الحلقه النهارده عن الوسواس القهري سنة ومن حوالي 25 سنة أصبت بالوسواس في الوضوء والصلاة. مم. تمام؟ آه رحت لدكتور نفسي اداني علاج، العلاج كان بيهبطني جدا لدرجة إني ما كنتش بقدر أشيل دماغي من على من على المخدة. يعني مم. نايمة على طول. مم. من يومها لحد النهاردة حوالي أكثر من 20 سنة صلاتي ما عادتش ما عدتش مواظبة عليها. انا ما كنتش بقطع فرد من صغري من صغري وانا مرتبطه بربنا سبحانه وتعالى إيه وكنت بقرا القران طب عندي, أه عندي سؤال بصفه مستمره استاذه عندي سؤال هل انت مستمره على العلاج ولا لا انا قطعت العلاج لأنه هبطت آه كتير اه هو دوت هو ده هو و... و... يعني بامانه انا دلوقتي بقيت في الصلاه من متقطع طيب مش موظف عليها وده تعيبني نفسيا وانا حاسه اني بلخبطه بلخبطه كتيره في حياتي بسبب كده طيب في سؤال تاني ما عنديش سؤال تاني انا نفسي اصلي زي الاول بس حاضر اكلم حضرتك ازاي تصلي زي الاول بالظبط اكبر فتنه بتحصل للناس اللي عندهم الوسواس القهري هو ايه مش ان هي تقل عبادتهم ان هم يزهقوا من الدواء اكبر فتنه ما تستعجبوش اه والله بقول لكم لان الدواء دوت هو اللي ربنا اللي خلقه ما انزل الله داء أن الا وانزل له دواء وما فيش علاقه خالص بايه باني واذا مرضت فهو يشفيني وان انا أخذ الدواء الدواء ده ليه دوره بعد ما باخده لمده معينه تصل الى ثلاث اسابيع بيبتدي يتخفض الدواء ده فالدواء اللي بيخليكي تنامي هو نفس الدواء اللي انت كنت ممكن تاخدي عشانه منوم او تاخدي عشانه في العمليه بنج او تاخدي عشانه اشياء تخليكي برضه نفسك مسدوده عن الاكل هو نفس الدواء بس يبدو ان احنا عندنا وصمه لاي حاجه تتعلق بباطننا بالاشياء النفسيه وعشان كده ايه اللي حاصل انا عندي الوصمه دي بجانب ان هو خلاني همت فرحت سايبه الدواء عامل زي بالظبط مريض السكر لما ياثر في اخذه للدواء وبعدين يجي يقول والله انا والله حصلت لي مشكلات ومبقيتش حاسس وما اعرفش بقيت يجي لي دوخه نفس الكلام ده محتاج دواء وده محتاج دواء عايزه حضرتك ترجع للذكر مره تانية اصبري على الدواء واستمري في الذكر واستمري في حسن في حسن الظن بالله لو حصل ده اوعدك ان في اقرب فرصه ان شاء الله هتبقي في احسن حال يبقى احنا بناخد الدواء زي ما يجي لي مريض السكر دلوقتي يقول لي هصوم ولا مش هصوم اقول له الدكتور قال لك ايه انت من انهي طيب انت من واحد او من اثنين طيب 1 ولا طيب 2 عشان اقول لك الفتوى ايه هي فعشان كده حضرتك لازم تنتظمي شوفي حضرتك لو كنت انتظمت على الدواء ما كنتش هتفضلي ال 20 سنه دي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لك الشفاء وانا دلوقتي بدعي لك وبدعي لكل اخواننا اللي عندهم الوسواس ان ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنهم وربنا يربط على قلوبهم وربنا يوسع رزقهم ويشرح صدرهم ويجمعهم على النور والبركه يا رب دكتوره منى من القاهره تتفضل ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله وبخير عليك طيبه يا فندم كنت عايز اسال الايه القرانيه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه ايوه ايه ايه حدود يعني التصدق مثلا لو في مثلا مثلا طعام بايت او مثلا مش حاجه وحشه يعني هل الاحسن من اننا مثلا نرميه او اوبن بوفيه او حاجه نتصدق بيه ولا ده يدخل في موضوع ولدكم باخذه الا ان تغمضوا فيه طيب السؤال الثاني طيب. الايه القرانيه يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره هل اراده ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني في ناس هم من اعمالهم ولا دي اراده ربنا سبحانه أجاوب وتعالى هجاوب على حضرتك السؤالين دول مهمين جدا السؤال الاولاني ان احنا في الحقيقه حضرتك سالتيني هل الاكل اللي احنا بناكل منه الافضل نتصدق بيه ولا نرميه الافضل ان احنا ننتقل احسن منه ما ينفعش ان الاشياء دي وخاصه احنا في ظل الكلام عن الامراض الاشياء اللي ما تمسش والاشياء الباقيه دي بلا شك الافضل ان احنا نتصدق بيها وخلاص بقى عندنا مؤسسات بتتلقى الطعام اللي من النوع ده وتقوم باعاده توزيعه على الناس فالافضل ان احنا سواء في الابل فيه او في اكلنا الشخص اللي هو لم يمس اللي هو النظيف اللي احنا اصلا كنا هناكل منه بس احنا كمان زودنا عن حاجتنا الافضل ان احنا نوديه للاماكن اللي توزع فيها وتعالوا نعود نفسنا واولادنا ان احنا نعمل الاكل على قدنا وخاصه في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي فنعمل الكلام على قدنا ويبقى دوت الافضل السؤال الثاني وهو مساله هو ربنا كاتب على حد ان هو يبقى من اهل انا بسال سؤال الناس اللي بتحتج بده هو يعرف اراده الله ايه ما يعرفش اراده الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى اخفى ده في الغيب انا لا استطيع ان انا اعرف إرادة الله لان ربنا جعل حاجز بيني وبين معرفة إرادته بالغيب لكن انا اعرف حب الله ربنا يحب الطاعة ولذلك إذا أنا عملت الطاعة سأجد مدد من الله وعون من الله ومن يأتاني يمشي أتيته هرولة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به احنا نروح للطاعة وما نقعدش نسأل نفسنا هو ربنا كتبني في أهل النار ولا في أهل الجنة ده مش السؤال ده سؤال غلط، السؤال الصح هو ربنا يحب إن أنا أعمل إيه من أعمال أهل الجنة؟ وساعتها لما يكون السؤال كده هاجد صدري ونفسي مفتوحة للطاعة وأبتعد عن كل المخاوف دي لأن المخاوف دي من أكبر الحجاب الذي بيني وبين الله مخاوفي، لأن أكبر حجاب بيني وبين الله نفس الأمارة بالسوء. فاصل ونرجع تاني عشان نكمل أسئلتنا معاكم فانتظرونا. رجعنا لحضراتكم ومعانا الحاجة أم بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عمرو؟ الحمد لله نعمة وفضل. كل عام وأنت طيب. يا رب وأنا وأنت وكل الأحبة. أنا بتصل بيك بالله عشان أقول لك كل عام وأنت طيب. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام ورمضان إن شاء الله يبقى نور والباقي من شعبان كمان يبقى سرور. علينا وعلى مجاميع الخلق يا رب يا رب انا على طول بقى كنت بشتكي من ولادي النهارده مش هشتكي النهارده عايزاك تدعي لاولادي بالهدى طب يلا ارفع ايديك وندعي مع بعض يا رب يا رب بس يا رب ربنا رب يشرح صدورهم ويريح بالهم أنا... ويجا... ليه وي... ليه ليا اخ متوفي بالله عليك تدعي له شهرين بس لاحسن انا شفته غرقان في بحر وجيت اخد بايده اختفى ده بحر الكرم الله يبارك لك بعد الكرم كريم سبحانه وتعالى انت خ... ده, ده الفقراء والضعفاء لما بيروحوا للكريم بيقول لهم عايزين ايه فان شاء الله ربنا يكون اكرم ان شاء الله يبقى اذا حاجه مبلال كل سنه وانت طيبه وان شاء الله ربنا يشرح صدر اولادها ويبارك ويبارك لهم في صحتهم وعافيتهم ويتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بان هم يرضوا امهم ان شاء الله ويتملي قلوبهم بالمحبه واللطف والحنان على والدتهم ان شاء الله معانا الحاجه سيده ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله والنبي عيسى استشيرك في حاجه عليه الصلاه وازكى السلام اتفضلي انا ابني السنه اللي فاتت ما دخلش امتحان ثالثه اعدادي عنده 14 سنه مم. المدرس العلوم اسمه مجدي موسى قال لي ابنك ما بيجيش الدرس فانا قلت لبابا بابا ما ضربوش او بابا طيب ضربوا على كتفه بس فخلاني خرجت بابا جوه راح جايب حبه التمر ودرق على نفسه قعد 38 يوم في المستشفى فانا عايز اعرف انا السبب ولا دي ابدا يا حاجه بصي ما فيش حد بيموت ما حدش بيموت احنا عندنا حاجه كده في العقيده عندنا حاجه مهمه قوي ان ما حدش بيموت الا باجله الانسان بيموت بعمره الانسان بيموت بقضاء الله مش بيموت بالسبب اللي هو عمله لان في ناس كتيره حاولت تتخلص من حياتها ما عرفتش اجالهم لسه فاللي هو حصل من ده انتوا كنتوا قدر الله ما شاء فعل اللي حصل أنه هو كان واضح ان هو مناعته النفسيه منخفضه فاللي حصل في الحقيقه ان ربنا قضى بهذا الحل هو ايه ان احنا ندعي له ندعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويقبله واوعوا تسمعوا كلام الناس اللي بيقولوا إن فلان دوت خلاص من أهل النار أو فلان دوت خلاص ربنا كتب عليه إن هو مش مؤمنين، أوعي إيه تعملي كده، أدعي إيه لابنك بكل ما في قلبك من نور وبركة ومحبة، أدعي له، كل ما تفتكريه أدعي له، ومش هيكون أبداً هو مرتاح لما أنتِ تتحولي إلى شخص بيجلد ذاته أو يكره حياته، هو مش هيتبسط في ده، ويبقى الحل هو إيه؟ إنك تدعي له وكل ما تعملي حاجه ورمضان احنا في شعبان اهو ورايحين على رمضان كل ما تعملي عمل صالح قولي اللهم هب مثل ثواب عملي دي هذا لولدي وان شاء الله يوصله ودايما اذكري الله ودايما ودايما اعملي من الطاعات وابعتيها هدايا لابنك وابعتي مثل ثوابها هديه لابنك ان شاء الله معانا مين اذا يا ساده احنا اتكلمنا بالتفصيل النهارده عن حاجه مهمه في حياه الناس ما حدش يفتكر دايما ما بحبش انا في المشاكل المجتمعيه ان يجي الواحد يقولي والله بدل ما هي عني خلاص فلما يشوف حد موسوس عنده وسواس ديني يقول له اركنه على جنب ما دعوه بيه او ما اعرفش ايه سيبه عشان هو موسوس ويفضل نطلع سمعه على الناس ونفضل نتعامل معاهم بنوع من انواع الاستهانه او نوع من انواع الوصمه ده مش هيريح المجتمع انا هفضل لغايه ما نشتغل على خطاب اسمه خطاب مكافحه الوصمات عايزين نبطل فكره الوصمه دي ونستبدل فكره الوصمه دي بحاجه تانية اسمها الدعم عايزين ندعم الناس الناس كتير من الناس وقعوا في المازق وفي المتاعب اللي هم فيها لانهم فقدوا الدعم عايز اقول لكم حاجه اللي عايز يحس بمدد ربنا وعايز يحس يحس ببركه ربنا اسهل طريق هو ان يدعم الناس المحتاجين كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وتعالوا نساعد الناس ان تروح للمتخصصين ويسالوهم وبلاش كل واحد فينا يفتي فيما لا تخصص له فيه لان في بعض الاوقات فتوتك دي بتبقى من اخطر ما يكون لو رحت كلمت حد عنده حساسيه او تمرد ودوا الناس للمتخصصين عشان يتعاملوا معاهم ودي افضل طريقه ان احنا نعبد ربنا بيها فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا رب كن عونا لنا عشان نكون دايما في رضاك وفي مددك وفي رحمتك. اللهم انا نسالك وانت الكريم ان تهبنا من المدد ما نستطيع به ان ندل الناس الذين توسوسوا في حنانك عليهم. اللهم اجعلنا بابا من ابواب رؤيه الناس لودك. حتى يعودوا اليك بمحبه وقلوب متشوقه الى محبتك والى لطفك اللهم اجعلنا بابا من ابواب اللطف على الناس واجعلنا بابا من ابواب التخفيف عن الناس واهد يا ربنا من اصابهم شيء من, وسوس من وسوسه النفس الاماره بالسوء وكن عونا لهم على انفسهم واجعلهم يا ربنا طيبين طابت خواطرهم بان ارسلت لهم من يكون عونا لهم على نفسهم اللهم اجعلنا دائما في حماك واجعلنا في رضاك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين